دقة طال انتظارها وهي دقات التاسعة صباحا من هذا اليوم المشهود 18 من أكتوبر من عام 2015، موعد طال انتظاره طويلا لتستكمل خارطة المستقبل التي توافقنا عليها جميعا بعد ثورة 30 من يونيو من عام 2013. البرلمان المصري، مجلس النواب، صاحب السلطة التشريعية والدور الرقابي، صوت الشعب الحقيقي، أصبح حقيقة نعيش لحظاتها الأولى بدءا من الآن. المرحلة الأولى من برلمان 2015 في سطور قبل البدء في الجولات والمتابعات الإخبارية والصور الحية من داخل اللجان في المحافظات 14، وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، البحيرة، الأسكندرية، وأخيرا محافظة مطروحة. لغة الأرقام تتحدث عن نفسها في المرحلة الأولى، نحو 27 مليون من لهم حق التصويت في المرحلة الأولى من المقيدين في الجداول الانتخابية، 103 لجان عامة على مستوى الجمهورية جميعا، 18,945 لجنة فرعية، 2,548 مرشح بالنظام الفردي و481 مرشح على القوائم أساسي واحتياطي، موزعين على أربع قوائم وهي قوائم غرب الدلتا وأخرى شمال ووسط الصعيد. 16,000 قاضي يشرفون على الانتخابات، 185,000 من رجال القوات المسلحة المشاركة في عملية تأمين المرحلة الأولى، بالإضافة إلى عدد يقارب أو يزيد قليلا من رجال الشرطة المدنية، نحو 900 مراقب دولي من 6 منظمات حكومية دولية و62 سفارة بمصر تتابع أيضا عملية المرحلة الأولى. وبعد كل هذه الأرقام يبقى المحرك الأساسي لها هو الناخب المصري الذي سيقوم بالاختيار. يبقى الاختيار الصحيح هو الفيصل لبناء مصر الحديثة. الصوت أمانة فأعطه لمن يستحق، القادر على المشاركة في صنع المستقبل الأفضل. احتشدوا من أجل الوطن وصالحه ومستقبله، فمسؤولياتنا الشعبية اليوم لا تقل بأي حال من الأحوال عن مسؤولية الدولة في ضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية. فكلنا حراس التجربة الديمقراطية وعملية استكمال خارطة المستقبل. إذن نبدأ على بركة الله الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى. ومعنا الزميل عمرو عبد العزيز من إحدى اللجان الانتخابية، نتابع أبرز ما جاء في هذه اللجنة مع دقات الساعة 9 وبدء العملية الانتخابية. صباح الخير يا عمرو، تفضل، ماذا الجديد لديك في هذه اللجنة؟ صباح الخير عمرو، صباح الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان. بالطبع ننقل لحضراتكم الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق عقب ثورة 30 من يونيو، ننقلها لحضراتكم من خلال إحدى محافظات دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، محافظة بني سويف. هذه المحافظة التي تتكون من 7 مراكز بـ7 لجان عامة تقام فيها الانتخابات، 843 لجنة فرعية تقام فيها هذه الانتخابات البرلمانية، 14 مقعد فردي و3 مقاعد للقوائم، يتنافس 155 مرشح على المقاعد الفردية و4 قوائم على مقاعد القوائم. أتواجد في بندر بني سويف وهو أكبر المراكز، حيث يعني أتواجد في اللجنة رقم 175 و176 المدرسة الحديثة بنات، مقر انتخابي يضم هاتين اللجنتين. حتى هذه اللحظة هذا المقر لم يفتح أبوابه أمام الناخبين، لكن ربما دقائق قليلة تفصلنا عن فتح الأبواب. ترتيب الأوراق يجرى بالداخل من خلال المستشارين والموظفين القائمين على العمل داخل هذه اللجان. بالطبع يعني أذهب بك عمرو سريعا إلى التأمينات والاستعدادات التي حدثت خلال الأيام الماضية. هناك تواجد بالطبع من قبل القوات المسلحة والقوات الشرطية حول المقرات الانتخابية وداخل المقرات الانتخابية، بالطبع تحسبا لحدوث أي أشياء ولتنظيم العملية الانتخابية. معلومة أخيرة وهي أن تعداد الأصوات في محافظة بني سويف يزيد عن 1.5 مليون ناخب في هذه المحافظة، بالطبع والتعداد ليس بالقليل. طيب عمرو، يعني لو سألنا عن هذه المحافظة وذكرت في سياق حديثك عن التأمين الخاص بها وأبرز المجريات الخاصة بهذه المحافظة، ما هي عدد يعني ما هو العدد المرشح أو عدد المرشحين على النظام الفردي وكذلك القوائم وحجم الإقبال؟ هل هناك اصطفاف للطوابير؟ هل هناك بدء العملية الانتخابية أو ما زالت اللجان تم فتحها؟ هل تم كذلك رصد أي مخالفات بالأمس خلال فترة الصمت الانتخابي؟
يعني أبدأ معك في عدد المرشحين. هم 155 مرشح على المقاعد الفردية يتنافسون على 14 مقعدا فرديا، فيما أن هناك أربعة قوائم تتنافس على ثلاثة مقاعد مخصصة لهذه القوائم. أما عن فتح اللجان لأبوابها، فبالطبع الكثير من اللجان قد فتحت أبوابها. ربما هذه اللجنة التي أنا أتواجد بها أو هذا المقر الانتخابي الذي أتواجد به لم يفتح أبوابه حتى هذه اللحظة. بالطبع يعني هناك ترتيبات تعرف عمرو، خاصة في اليوم الأول ربما هذه الترتيبات تحول أو تؤدي إلى تأخير فتح المقر إلى أبوابه قليلا. لكن يعني كنت أتحدث منذ قليل مع المسؤولين عن فتح الأبواب من القوات التأمينية، وأكدوا لي أن خلال دقائق بسيطة جدا سيتم فتح باب هذه اللجنة أمام الناخبين الذين يتواجدون بالخارج. ربما ليس العدد كبير، نحن نعلم يعني أو أنت تعلم نحن في بداية اليوم، ما زلنا في بداية اليوم، لكن هناك بالطبع عدد من المواطنين الذين يتواجدون بالخارج الذين قدموا منذ صباح هذا اليوم ليدلوا بأصواتهم خلال هذه الانتخابات. إليك عمرو. طيب عمرو، يعني خلال تواجدك أيضا خلال الدقائق الأخيرة بالأمس ووجودك في محافظة بني سويف، هل تم رصد أي مخالفات فيما يخص خرق الصمت الانتخابي من قبل أي مرشح؟ يعني على مدار اليوم عمرو قد مررت بشوارع كثيرة بالمحافظة وجدت الكثير من الأماكن هنا داخل المحافظة، لم أرصد بعيني أي مخالفات. يعني ربما يعني المخالفة التي إذا احتسبت مخالفة هي تواجد عدد من اللافتات التي ما زالت موجودة في الشوارع، لكن هي بعيدة عن المقرات الانتخابية. وهذه بالطبع تعلم أن في أثناء فترة الدعاية الانتخابية بالطبع كل مرشح يعني ينشر له لافتاته وله أشكاله الدعائية المختلفة، ربما ما زالت متواجدة في أماكن مختلفة. على ذلك يعني لم نرصد يعني سرادقات وأحاديث من خلال المرشحين مع المواطنين، أو لم نرصد أي يعني محاولات للدعاية الانتخابية بأشكالها المختلفة. هذا هو الشكل الوحيد الذي رصدته في يوم أمس. فربما يعني إذا صح التعبير أن نقول أن كانت هناك حالة من الصمت الانتخابي داخل محافظة بني سويف في يوم أمس، وكان هناك حفاظ على قرار اللجنة العليا للانتخابات بالصمت الانتخابي قبل بدء عملية التصويت ب 24 ساعة. طيب بالطبع عمري يعني سنتواصل معك طبعا على مدار الساعة لنرى الجديد في محافظة بني سويف، وهي احدى المحافظات التي تقع في وسط الصعيد، وكذلك هي من القوائم التي تنتمي الى جنوب ووسط وشمال الصعيد، وبها اربع قوائم. ننتظر ان شاء الله المزيد من زميلنا عمرو عبد العزيز من محافظة بني سويف لكافة ومجمل الاحداث في هذه المحافظة. ونتحول الى من محافظة بني سويف الى محافظة الاسكندرية لنرى الجديد عند زميلنا علاء رشوان، وكذلك هي محافظة من المحافظات المعروفة ان هي ملتهبة بعض الشيء، ويعني فيها سباق انتخابي ربما يكون به الكثير من المجريات على مدار الساعات القادمة. صباح الخير علاء، اتفضل. صباح الخير زميلي عمرو، صباح الخير على السادة المشاهدين. زميلي عمرو كما أشرت، محافظة الإسكندرية أحدى أهم المحافظات التي من المنتظر أن يشهد بها السباق الانتخابي منافسة شرسة. الكتلة التصويتية زميلي عمرو في محافظة الإسكندرية أي ما يحق لهم التصويت يبلغ عددهم 3,614,649 صوت، أي ما يمثل نحو 5.5% من الكتلة التصويتية في محافظات الجمهورية مجتمعة. هنا يتنافس نحو 398 مرشح للفوز ب 25 مقعد، ويتنافس أيضا أربعة قوائم هم قائمة في حب مصر وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وحزب الفرسان وحزب النور للفوز بسبعة مقاعد من إجمالي 15 مقعد في القطاع غرب الدلتا الذي يشمل محافظة الإسكندرية ومحافظة البحيرة ومحافظة مرسى مطروح. هذه الكتلة التصويتية سوف تدلي بأصواتها في نحو 1677 لجنة فرعية، أي ما يمثل 474 مقر انتخابي. يقوم بالإشراف على هذه اللجان الفرعية والمقرات الانتخابية نحو 1820 قاضي. نحن الآن بتحديدا متواجدون أمام لجنة مدرسة الأنفوشي الثانوية بنين. هذه اللجنة أو هذا المقر الانتخابي يحتوي على ثلاث لجان فرعية لتصويت الرجال والسيدات بما يمثل كتلة تصويتية نحو 6500 صوت ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه أو هذا المقر الانتخابي. يعني شايفين علاء يعني الصورة الصورة من وراك يعني فيها اصطفاف كبير لبدء فعلي الانتخابات في محافظة الإسكندرية، وكما ذكرنا من المحافظات اللي بتشهد يعني سباق دايما بنترقبه. الإسكندرية بالتحديد لها خصوصية في الانتخابات الخاصة
الخاصة بها؟ يعني لو تحدثنا عن الصورة من خلفك وكذلك هناك صورة من داخل اللجان تدل على أكثر شمولية، وهناك بالفعل توافد كبير من المواطنين وبدأ التصويت فعليا في محافظة الإسكندرية. نعم، نحن تواجدنا هنا طاقم عمل قناة النيل الأخبار منذ الساعة 8 صباحا، ورصدنا توافد وإقبال السادة أعضاء الهيئة القضائية وأعضاء الهيئات النيابية للمخصصين للإشراف على هذه اللجان الثلاث. وفي تمام الساعة 9 تم فتح باب المقر الانتخابي أمام المواطنين، كما تشهد كما يعني توضح الصورة، بدأ الناخبون في التوافد ليس فقط من الساعة 9 ولكن منذ الساعة 8 صباحا، ورصدنا وجود عدد يعني غير قليل من المواطنين للإدلاء بأصواتهم. حسب الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات سوف يتم تواجد منسق للطوابير وآخر لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم. أيضا حسب هذه الضوابط تم تخصيص صندوقين، صندوق للقوائم وصندوق آخر للانتخاب الفردي. عمرو، كما تظهر الصورة هذا جزء من الخطة الأمنية الشاملة التي اتبعتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع طبعا نحن شايفين على عين الصورة. طبعا عايز أقول لكم نعم. الصورة اصطفاف كبير من رجال القوات البحرية بشكل منظم وبشكل كبير يدل على حسن الانضباط وحسن سير العملية الانتخابية، ده اللي احنا شايفينه في الصورة كنت حابب أقول لك عليها. يعني بالفعل هذه الخطة الأمنية تشمل أيضا في الإسكندرية نشر عدد من الأقوال الأمنية، وكذلك نشر خبراء من المفرقعات يعاونها الكلاب المتخصصة في الكشف عن المتفجرات. هذه الفرق تم من خلالها تمشيط جميع المقرات الانتخابية وتسليمها لقوات الأمن المشرفة على تنظيم عملية الدخول من خارج اللجان وليس من الداخل. أيضا الخطة الأمنية في محافظة الإسكندرية شملت نشر عدد كبير من عناصر المباحث الجنائية وتوسيع دائرة الاشتباه خاصة في محيط المقر الانتخابية. ربما لأول مرة يعني تشهد الخطة الأمنية في محافظات الجمهورية وتحديدا في محافظة الإسكندرية نشر عناصر أمنية أعلى الأسطح البنايات المجاورة للمقرات الانتخابية لكشف الصورة ويعني تيسير عملية الإدلاء بالناخبين. أيضا المحافظة شهدت استنفارا ليس فقط على المستوى الأمني ولكن أيضا على مستوى الصحي. تم تجنيد 22 مستشفى تابعة لجامعة الإسكندرية التعليمي وأيضا مستشفيات أخرى تابعة للقوات المسلحة. أطقم كبيرة من المسعفين تتجاوز نحو 180 مسعف، كذلك مراكز إسعاف متنقلة وعدد من العربات الإسعاف تبلغ نحو 81. يعني هرجع لك تاني يعني بعد قليل هنشوف طبعا الجديد عندك. محافظة الإسكندرية هتكون معنا على مدار اليوم، طبعا هي باعتبارها طبعا أكبر المحافظات كتلة عددية وكتلة في عدد التصويت وكذلك أيضا من عدد المرشحين، لكن اسمح لي أن أروح لزميلتنا أمل صبري المتواجدة أيضا في محافظة الإسكندرية وفي ضيافتها سيادة اللواء أحمد حجازي مدير أمن الإسكندرية طبعا صاحب الخطة الشاملة في هذه المجال. صباح الخير يا أمل، اتفضلي. تحياتي لك عمرو ولكل مشاهدي النيل الأخبار. نتحدث إليكم من داخل محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط. كما ذكر زميلي علاء، يمكن محافظة الإسكندرية من أكبر المحافظات سواء من حيث الكثافة السكانية أو من يحق لهم التصويت. كما ذكر أيضا أن عدد الناخبين أو الكتلة التصويتية في المحافظة يتعدى 3.5 مليون ناخب. يمكن للاطلاع على الخطة الأمنية التي وضعتها محافظة الإسكندرية معنا سيادة اللواء أحمد حجازي من داخل مديرية أمن الإسكندرية. بنرحب بسيادتك معنا يا فندم. يا أهلا بحضرتك فندم. يعني نود أن تطلعنا على الخطة الأمنية التي وضعتموها لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه. الحقيقة احنا في اعداد خطة كبيرة جدا تم اعدادها من فترة لتأمين كافة المراكز الانتخابية على مستوى مديرية امن. دور الشرطة بيقتصر على تأمين المراكز الانتخابية من الخارج، عدم الاشتراك في اي فعاليات بالنسبة للعملية الانتخابية، تواجدنا خارج اللجان مش داخل اللجان، تواجد داخل اللجنة بناء على تعليمات او استدعاء من رئيس اللجنة اللي عضو الهيئة القضائية. نعم سيادة اللواء، خلال تجولنا صباح اليوم في عدد من شوارع المحافظة شاهدنا اصطفاف للناخبين أمام اللجان، يعني توقعات حضرتك للمشاركة من قبل المواطنين في الانتخابات البرلمانية؟ الحقيقة النهاردة العملية الانتخابية بتتم على يومين، اليوم وباكر إن شاء الله
في بالفعل احنا شهدنا من الصباح الباكر بتوافد بعض الاعداد على المراكز الانتخابيه امام اللجان ومتواجدين، وان شاء الله احنا متفائلين خير بتواجد المواطنين امام المراكز الانتخابيه لادلاء باصواتهم في صناديق الانتخاب. في حالة حدوث أي شغب أو مشاجرات يعني كيف تتصرفون مع هذه الحالة؟ لا، احنا في جاهزية تامة للقوات الشرطة متواجدة في لتأمين المراكز الانتخابية، في جاهزية تامة لاحتياطيات موجودة بالقرب من المراكز الانتخابية دفع بيها في أي وقت، في مجموعات من الأمن المركزي، في مجموعات تدخل سريع من قوات الأمن، في مجموعات من إدارة البحث بالاشتراك طبعا مع زملائنا وإخواتنا ضباط وأفراد القوات المسلحة. سيادة اللواء، أنا عارفة أني معطلة سيادتك عن جولتك لتفقد اللجان المختلفة، لكن كلمني عن أهمية نزول المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات اليوم. الاستحقاق الثالث للشعب المصري، الحق الاول الدستور، الثاني انتخاب رئيس جمهوريه منتخب، ده الاستحقاق الثالث مجلس النواب، يعني حاجه شيء مهم جدا لوطننا وبلدنا مصر. ان شاء الله يعني كل واحد يدلي بصوته ويختار المترشح اللي يناسبه ويمثله في مجلس النواب اللي خير لبلدنا خير لوطننا. واحنا بنأكد على الحيادية التامة لرجل الشرطة في موضوع العملية الانتخابية، مفيش أي تدخل بأي نوع في فعاليات العملية الانتخابية، وطمن كل المواطنين يتوجهوا إلى المراكز الانتخابية لإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر تام، في استعدادات كاملة من وزارة الداخلية للمواطنين للوصول إلى المراكز الانتخابية. الحقيقة الوزارة مجهزة تجهيزات وبوسترات إرشادية على كل المراكز الانتخابية بترشد المواطنين إزاي يدلي بصوته وإزاي يؤدي دوره في العملية الانتخابية. في استعداد تام لبعض المواطنين أو الناخبين ذو الحاجات الخاصة، في كراسي متحركة، في استعدادات مميزة الحقيقة بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، سواء المحافظة، سواء القوات المسلحة، الهيئة القضائية بالكامل، كل الناس مستنفرة ومستعدة لأداء دورها بالكامل لمصلحة وطننا مصر. هل هناك تنسيق بينكم وبين أجهزة تنفيذية أخرى في الدولة؟ زي ما قلت حضرتك احنا في تنسيق بيننا وبين السادة القضاء، رؤساء اللجان العامة ورؤساء اللجان الفرعية، حقيقة السيد رئيس المحكمة هنا في اسكندرية الشارع عبدالله الخولي كان ليه دور عظيم جدا في العملية الانتخابية، عندنا السيد المحافظ اسكندرية بالتنسيق كامل مع سيادته، قائد المنطقة الشمالية العسكرية في هنا في اسكندرية برضو، القوات البحرية في تنسيق كامل بالنسبة لتأمين العملية الانتخابية بالكامل. سيادة اللواء أحمد حجازي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. كما تابعنا عمرو الخطة الأمنية التي وضعتها محافظة الإسكندرية والتي تحدث عنها سيادة اللواء أحمد حجازي مدير الأمن بالمحافظة لتأمين سير العملية الانتخابية وضمان سير اليوم وغدا بإذن الله بدون أي مشكلات، ورسائل الإطمئنان أو الطمأنينة التي بعث بها للمواطنين حتى يقوموا بدورهم وواجبهم في المشاركة في العملية الانتخابية الشعب لبرلمان 2015. بنشكرك يا أمل على هذه المتابعة طبعا من مكتب السيد مدير أمن الإسكندرية. طبعا كما تابعنا مشاهدينا الكرام زملاء في كل مكان في الإسكندرية وتابعينا عن قرب كافة مجمل الأحداث سواء في الشارع المصري أو حتى مع القيادات التنفيذية المسؤولة عن سير العملية الانتخابية، وكذلك جميع زملاء نيل الأخبار متواجدين في كل مكان في هذه المحافظات التي تشهد الانتخابات البرلمانية لحظة بلحظة إن شاء الله، متابعين مع حضراتكم كافة مجمل الأحداث وتفاصيلها من كل مكان في محافظات المرحلة الأولى. إذا مشاهدينا الكرام ده كان
كان ختام الجولة السريعة على مدار قناة النيل الأخبار أو مدار المتابعة. بإذن الله نتحول إلى زميلة ياسمين ومعها السؤال الخاص باليوم وخاص بهذه الفقرة، وهل ترى الدور الرقابي للبرلمان في متابعة أداء الحكومة؟ السؤال هيكون الإجابة بنعم مهتم أو غير مهتم، ده اللي هنشوفه مع ياسمين. تفضل ياسمين. صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي هذا الصباح. وصلت مع حضراتكم لفقرة التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. هنتابع معا أهم ما جاء من تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك بخصوص السؤال وهو كيف ترك دور البرلمان الجديد في مراقبة أداء الحكومة، هل هو دور مهم أم غير مهم؟ التعليقات اللي وردت لي كانت أول تعليق من خالد أوربت. خالد بيقول دور البرلمان هو تحقيق أملنا، فربما طرح في ثورة يناير ويونيو تحقيق أمال أعرق شعوب الأرض والنهوض بدولة حديثة متطورة ويمكن أن تحتل الصفوف الأولى عالميا، تمتلك آليات قوية ويجب تفعلها وترجمتها عمليا. التعليق اللي بعد كده من إبراهيم شريف. إبراهيم بيقول الحقيقة أن المصريين يأملون خيرا في البرلمان القادم ويتمنون أن لا يكون مثل غيره من البرلمانات السابقة، وأن يكون درعا حاميا للمواطن ومراقبا له ومدافعا عن مصالح الوطن وليس المصالح الشخصية، وأيضا مراجعة القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان ومراجعتها بدقة. ما أتمنى أن يكون البرلمان القادم مراقبا للحكومة لا مستجديا لها، توقيع خطابات المواطنين وعمل خدمات، فالنائب هو مشرع وليس ساعيا في مكاتب الوزراء. تعليق اللي بعد كده من محمود الباري. محمود بيقول نحن في حالة عدم ثقة والتوقعات ليست جيدة. بعد كده هاني أبو الدهب بيقول طبعا احنا في ظل حكومة نفتخر بها وان شاء الله اللي جاي يكون أحسن، وده أملنا في ربنا وهو على كل شيء قدير. التعليق اللي بعد كده من عادل عبد الحميد. عادل بيقول يجب أن يكون ثلث من أعضاء البرلمان منتخبون من داخل المؤسسات الكبرى العامة وأيضا الخاصة، لأنهم سيكونون معروفين لدى زملائهم في جميع النواحي الأخلاقية والدينية والمادية، ولن يكون لزام عليهم صرف ملايين الجنيهات للدعاية، وبالتالي سيدخل البرلمان محدودي أو سيدخل محدودي ومتوسطي الدخل، وتضمن أن البرلمان به ناس تشعر بالفقراء. التعليق اللي بعد كده مشاهدينا ومتابعينا من مصطفى محمود. مصطفى بيقول مهم جدا ان نواب الشعب يراقبون عمل الحكومة بناء على خطة وتصور تنموي سريع لرفع المعاناة عن المواطن وبخطة زمنية، ويكون مراقب عليها مجلس النواب. دور البرلمان هذه الدورة يختلف عن باقي الدورات السابقة، بمعنى ان البرلمان هذه المرة يكون برلمان تشريعي. بعد كده وائل البحيري بيقول ان شاء الله يكون هو ثمرة صبرنا. أما فاطمة علي فبتقول لا أعرف. أحمد إسماعيل البرلمان الجديد والحكومة يد واحدة لن يراقب عفوا منهم الآخر. أما محمود فبيقول محمود الطوي مهم لشرف مصر مراقبة الحكومة والمجتمع والمواطن، هذا شرف وطن إن شاء الله، مبروك على شرفاء مصر مجلس برلمان نهضة الأمة النخوة الرجولة. ده كان جزء من التعليق مشاهدينا. أما بخصوص إحصائيات النسب عن هذا السؤال ودور البرلمان الجديد في مراقبة الحكومة، فمنهم 72% قالوا مهم ومنهم 28% قالوا غير مهم. مشاهدينا دي كانت تعليقاتكم على الفيسبوك على سؤال حلقة النهاردة. بشكركم على متابعتي وانتقل مرة أخرى لزميلتي نجلاء. تفضل يا نجلاء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وآخر حواراتنا في هذا الصباح مكملين معكم عن الانتخابات البرلمانية وأبواب اللجان تم فتحها في تمام التاسعة من صباح اليوم، كي يبدأ الناخبون المصريون في الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد الذي يعد المرحلة الهامة في حياتنا، كونه سيكون لسان حال المصريين في المرحلة القادمة. يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار الدكتور الأستاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني كيف ترى في البداية أهمية هذا البرلمان الجديد خاصة في ظل التحديات اللي شهدتها مصر في المرحلة الماضية؟ يعني بداية نبارك لأنفسنا وللشعب المصري بداية وانطلاق عملية الاقتراع في أول برلمان حقيقي بعد ثورتين، هو برلمان 2015، والذي
ربما جاء بعد الاستحقاق الأول والثاني الذي تمثل في إقرار دستور 2014 و2013 وأيضا انتخابات الرئاسية في 2014، وبالتالي نحن يعني ندخل في مرحلة الاستقرار السياسي والاعترافات الحقيقية بأن ما حدث في مصر هو ثورة حقيقية من قبل الشعب، وسيتم تدويجها وسيتم يعني ظهورها على أرض الواقع إن شاء الله خلال هذه المرحلة الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية. أما فيما يعني يتعلق ب دور البرلمان الجديد وكيف سيكون هذا البرلمان يعني دور في المرحلة المقبلة بعد كوكبة التحديات التي كانت وما زالت تمر بها مصر، يعني أنا شايف أنه البرلمان ده هو بداية لوضع آليات للتغلب على التحديات وكيفية مناقشة تلك التحديات. أنت تعلمين أن البرلمان هو يأتي من خلال ممثلين عن الشعب المصري، وكل هذه النواب ستأتي من خلال دوائر، الدوائر لديها مشاكل، المشاكل سيتم وضعها في إطارها القانوني. أنا مثلا كعضو مجلس نواب عن دائرتي أنا عارف مثلا أنه عندي مشكلة بتتعلق بواحد 2 3 4، لما أبقى في البرلمان هتكلم على إزاي أجيب قوانين في أقدر أحل بيها هذه المشاكل، أحل بيها هذه المشاكل. ودي أهمية البرلمان، إلى جانب أنه بعد إجراء هذه العملية التشريعية والانتهاء من وضع قوانين تعمل على حل التحديات وحل المشاكل، هيبقى عندي دور رقابي أيضا على الحكومة وكيف تقوم الحكومة بتذليل العقبات والعمل على إنهاء التحديات التي تواجه الشارع المصري. هذا هو الدور الحقيقي للبرلمان. ربما نحن يعني لم نتفاجأ بمسألة انتشار أو كثرة انتخابات، لأنك كما تعلمين تخرجين من مرحلة كانت يعني هناك حرية سياسية وكان هناك حرية رأي وكان هناك رغبة في الوصول إلى صناع القرار، وبالتالي هناك عدد كبير جدا من المرشحين في البرلمان الحالي وفي تلك الانتخابات. كان هناك تحولات ديمقراطية في الفترة الماضية بالتأكيد. نعم. يعني انت كنت على الأقل خالص انت النهاردة بتشوفي مشهد جديد، أشكال جديدة. نعم. ناس جديدة ربما يعني لا توجد لهم يعني سمعة انتخابية، وده شيء جيد. يعني أنا مش ضد أن يكون مثلا فلان داخل الانتخابات لأول مرة أن ده ما عندوش خبرة، لا. ده مفهوم الديمقراطية الحقيقية، أنه يخرج للمشهد ناس جديدة أو وجوه جديدة غير الوجوه المعتادة. ما نبقاش أنا عارف مثلا دلوقتي أن أنا الدائرة ديت خلاص تحت مين، أو الدائرة دي تحت مين بناء على الخلفيات السابقة وبناء على المشاريع الانتخابية اللي مرنا بيها في الفترة الماضية، وبالتالي ده نوع من الديمقراطية، ده نوع من يعني وجود استقرار سياسي حقيقي من خلال قص عدد مرشحين. هو يعني ربما يكون سلاح ذو حدين، لأنه يعني قص عدد المرشحين هيعمل عملية يعني تطويل في عملية الانتخاب، لأنه مش هيكون عندنا في معظم الدوائر مش هيكون عندنا حسم من الجولة الأولى، وبالتالي نحن في انتظار ممكن يكون في مرحلة إعادة في العديد من المحافظات. لكن أنا شايف أنه ده هيؤدي إلى منافسة حقيقية، وخصوصا أنه اللي داخل ما هو مش ضامن ان هو ينجح ولا لا. يعني كل المرشحين طبعا يعني في دماغهم ان هم ناجحين، وكل اللي حواليه بيؤكدوا ان هو ناجح. نعم. لكن الصندوق هو سيكون هو صاحب القرار في هذا. طيب استاذ خالد، يعني بالنسبه للانتخابات البرلمانيه، كيف ترى اهميه هذه الخطوه كونها من الممكن ان ترسل رسائل الى الخارج، من اهمها ان مصر تهتم بالتواجد على الساحه الدوليه؟ يعني خلينا برضو نتكلم في الإطار دوت ونقول أنه مصر منذ ثورة 30 يونيو وهي يوما بعد الآخر بتستطيع يعني إصدار شهادة ميلاد جديدة لهذه الثورة وتأكيد دولي لها. يعني يمكن الاستحقاق الثالث هو نهاية الحديث عن أن ما حدث في مصر ما هو ثورة أم غيره، لكن أستطيع أقول لك أن بالنسبة للمجتمع الدولي نحن كنا الأسبوع الماضي على اعتراف دولي أيضا كبير بانتخاب مصر في مجلس الأمن في العضوية الغير الدائمة في مجلس الأمن، وده كان حقيقي يعني نجاح كبير جدا للدبلوماسية المصرية والرسمية والشعبية من خلال قدرة التواصل مع
يعني هذه الدول واقناعها بان مصر لها دور حقيقي في المرحله القادمه، وان ما حدث في مصر هو ثوره للشعب المصري، وان النظام القائم هو نظام لديه اليات يتعامل مع الملفات الدوليه. وبالتالي كانت النتيجه انه تم انتخاب مصر في مجلس الامن بعضويه غير دائمه. تاتي ايضا الانتخابات البرلمانيه، والتي زي ما قلت لك هي تعطي شهاده ميلاد جديده للثوره المصريه، وتعكس ان الشعب المصري هو الشعب الحقيقي الذي استطاع ان يقضي على الفاشيه الدينيه وغيرها من المحاولات للاستحواذ على الدوله، وان هذا الشعب قادر على ان يتخطى بمراحله الحالية والسابقة من خلال انتخاب مجلس شعب أو مجلس نواب حقيقي يعبر عن الشعب ويعبر عن طموحات ثورة 30 يونيو، ويقوم بتشريع الدستور الذي أقره أيضا الشارع المصري من أجل وضع آليات حقيقية لإنهاء الأزمات والعمل على حل المشكلات والقضاء على التحديات الموجودة في معظم كيانات الدولة. يعني من بين الرسائل أيضا المهمة أن مصر ليست مهتمة بتواجد فقط، بدأت تخطو أولى خطواتها الهامة والكبرى حول التحول الديمقراطي المنشود اللي كنا بننشده جميعا. بالتأكيد بالتأكيد طبعا، لأنه أنت النهاردة مثلا كنت بتتكلم على أنه كان في مجلس نواب وتم وقفه، وكان في دستور وتم وقفه. انت النهارده بتضعي الاليات الحقيقيه للعمل السياسي والعمل الديمقراطي من خلال انتخابات يعني حره ونزيهه، مراقبه من معظم الدول الاوروبيه والعربيه، هناك منظمات دوليه موجوده لمراقبه العمليه الانتخابيه. اذا ده اعتراف ضمني بانه ما يجري هو انتخابات تشريعيه، وما فيش مجال ان احنا نشكك فيها، الى جانب انه حرص القيادة المصرية وحرص الحكومة وإصرارها على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام وتسهيل كافة الخطوات هذه العملية، والحرص على التأمين في هذه الانتخابات لخروج الناخبين للإدلاء بأصواتهم بحرية وبيسر، ده كله بيؤكد لك أنه هناك دولة ترغب في توصيل رسائل إلى العالم بأننا دخلنا في مرحلة الاستقرار وخرجنا من مرحلة العنق الزجاجة، لدينا مشكلات اقتصادية حقيقية موجودة على الأرض، لكن ربما البرلمان القادم يستطيع من خلال آلياته التشريعية ومن خلال قوانينه للاستثمار ومن خلال الاستقرار السياسي والأمني ويعم الاقتصاد النظام الاستقرار الاقتصادي. وبالتالي يعني ربما تكون الرسالة القوية سيقوم بها الشعب المصري خلال ساعات من خلال خروجه للإدلاء بصوته، ونتمنى أن يكون هناك حشود أمام مجلس الاقتراع لإعطاء صورة حقيقية كما قال الرئيس بأن الشعب المصري قادر على أن يتغلب على مشكلاته ويرسل رسالة بأنه هو الشعب صاحب القرار. أستاذ خالد اسمح لنا ننتقل لمحافظة البحيرة الآن ومراسلتنا في البحيرة ولاء الحديني وضيفها الكريم محافظ البحيرة. صباح الخير يا ولاء. صباح الخير، تحياتي لك وتحياتي للسادة المشاهدين. أحدثكم الآن من داخل مركز مدرسة الجمهورية الانتخابي. هذا المركز يضم لجنتين فرعيتين في هذا المركز، الدائرة الأولى في مدينة دمنهور. هذه الدائرة من المقرر أن يتنافس عليها عدد 53 مرشح على 4 مقاعد فيما يخص هذه الدائرة. يعني كما تعلمين أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات مساحة على مستوى الجمهورية. عدد المواطنين في محافظة البحيرة 5,600,000 مواطن ومواطنة. عدد الناخبين في محافظة البحيرة 3,628,448 ناخب في المحافظة، يدلون بأصواتهم داخل 1,337 لجنة فرعية ب713 مركز انتخابي موزعة على 10 دوائر. يعني للمزيد من المتابعة حول الوقت توقيت فتح اللجان وحول استعدادات محافظة البحيرة للانتخابات البرلمانية، ينضم إلينا على الهواء مباشرة
مباشرة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، يعني عايز أعرف من حضرتك، إحنا انتهينا منذ قليل من المرور على بعض اللجان وفتحت بالفعل في الميعاد المقرر الساعة 9. فيما يخص باقي المحافظة والمراكز، هل بالفعل فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة 9؟ نعم، يمكن حضرتك انا مريت على بعض اللجان داخل مدينه دمنهور، ويمكن اتحرك لبعض المراكز الاخرى خلال ان شاء الله الساعات الاولى من اجراء العمليه الانتخابيه. يمكن غرفه العمليات ابتدت عملها من الساعه 7 صباحا، الساعه 9 بدا استلام وتوافد المواطنين على اللجان الانتخابيه. يمكن احنا من 8 صباحا بنتابع مع الساده القضاء استلام اللجان، اكثر من 90% من اللجان تم استلامها وبدء العمل فيها من خلال الساده القضاء بدايه من الساعه 9 صباحا. يمكن حضرتك شفتي هنا في مقر، وانا يمكن اديت صوتي في اديت بصوتي في مدرسه دمنهور الثانويه منذ 10 دقائق تقريبا، والامور الحمد لله ميسره، وهناك تسهيل على الناخبين. يوجد قوائم باسماء الناخبين امام كل لجنه انتخابيه، يتم مساعدتهم لمعرفه رقم تسجيله داخل اللجنه ويتم دخوله بسرعه. وطبعا زي ما حضرتك قلتي انه هنا دمنهور بتتنافس على 4 مقاعد في مجلس النواب، هناك 52 مرشح يتم اختيار 4 منهم، وباكد على الساده الناخبين انه اختيار 4 مرشحين من المرشحين داخل ورقه الفردي حتى لا يبطل بالفعل. سياده المحافظ، هذه معلومات يحتاجها الناخب ان يعلم القائمه ام الفردي، وبعض المواطنين للتريس اثناء التاشير على الناخبين والتاكد من التاشير على الناخب الذي المرشح الذي يرغبه. الحاجه الثانيه في دمنهور مثلا يؤشر على 4 مقاعد او 4 مرشحين حتى يكون صوته صحيح، زي رشيد مثلا فيها مرشح واحد يبقى يؤشر على مرشح واحد، لو دايره ثانيه فيها 2 بيؤشر على 2 مرشحين. ايضا عنده ورقتين انتخاباتين، الورقه الاولى هي ورقه الفردي والورقه الثانيه هي ورقه القوائم، بيختار قائمه من القوائم الاربعه الموجوده داخل ورقه القوائم، ويؤكد انه صندوق، هناك صندوق لوضع ورقه القوائم وصندوق لوضع ورقه الفردي. سياده المحافظ، اطلعنا على استعدادات محافظه البحيره للانتخابات البرلمانيه. هو طبعا زي ما حضرتك قلت احنا 713 مقر انتخابي، 1837 لجنة انتخابية، الاستعدادات ابتدت منذ أكثر من أسبوعين. يوم الخميس اللي فات ابتدت القوات المسلحة تستلم اللجان وتتأكد من تعقيمها وجاهزيتها للعملية الانتخابية. امبارح والنهاردة كان في كل الأعمال الباقية يتم تجهيزها، تم وضع مظلات أمام المقرات الانتخابية، هناك كرسي متحرك داخل كل لجنة انتخابية زي ما حضرتك شفتي في الدخول، في عاملين وموظفين موجودين لتسهيل العملية الانتخابية وتوجيه الناخبين والبحث معهم على اسمائهم داخل الكشوف حتى يكون هناك تيسير في ادلاء اصواتهم، بالاضافه ايضا الى رفع درجه الاستعداد في المرافق العامه التي تخدم العمليه الانتخابيه زي مرفق الاسعاف، الدفاع المدني، المستشفيات، ايضا شركه المياه وشركه الكهرباء بتبقى جاهزه للتدخل اثناء الطوارئ لو حصل اي حاله طارئ تؤدي الى انقطاع المياه او انقطاع التيار الكهربي. هناك ايضا كشافات بديله داخل اللجان، هناك غرفة عمليات تعمل منذ 7 صباحا من خلال ديوان عام المحافظة، بتقدر تتصل بكافة اللجان ومتابعة استلام اللجان وبدء العمل. شكرا لحضرتك سيادة المحافظ. شكراً. يعني زملائي الأعزاء في الاستوديو ومشاهدينا الكرام، تابعتم معنا اللحظات الأولى لفتح اللجان، معكم في اللحظات القادمة نتابع معكم متابعة مستمرة لآخر المستجدات فيما يخص العملية الانتخابية في محافظة البحيرة. نعم، إليك. نعم، ولاء الحديني مراسلة النيل متابعة لسير العملية الانتخابية من محافظة البحيرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ننتقل الآن إلى محافظة أسوان ومراسل النيل أحمد أبو الحسن. صباح الخير أحمد. صباح الخير نجلاء لكم وللسادة المشاهدين من محافظة أسوان. أحمد، يعني كيف تسير العملية الانتخابية في الساعات الأولى لفتح أبواب اللجان؟ بداية، نحن الآن في أحد المراكز الانتخابية بمحافظة أسوان، هذا المركز يضم 6 لجان فرعية للانتخاب. يعني بدأت اللجان فتح أبوابها واستقبال الناخبين منذ تمام الساعة 9 صباحا في سهولة ويسر بشكل تام. إذا تكلمنا بداية عن العملية التأمينية بالنسبة لهذه اللجان، هناك تأمين بشكل مكثف من قبل قوات
قوات الشرطة والقوات المسلحة، هناك أيضا تيسير على المواطنين حتى يمكن الوصول إلى لجانهم ومقر يعني ومعرفة أسمائهم ومعرفة يعني اللجنة التي سوف يتم الإدلاء بصوته فيها. هنا أيضا كما نشاهد عدد من المواطنين مع بداية هذا الصباح حضروا يعني للإطلاع على أسمائهم، وهناك بعض الذين يقومون بمساعدتهم من قبل اللجان وهم معتمدين أيضا من قبل اللجان الخاصة بالانتخابات. محافظة أسوان يعني إذا تحدثنا أيضا بشكل عام، هنا محافظة أسوان تضم حوالي يعني عدد خمس لجان عامة، هي خمس لجان عامة هي وتضم اللجنة يعني ممثلة في خمس دوائر عامة، الدائرة الأولى وتشمل مركز شرطة أسوان، والدائرة الثانية الدائرة الأولى تشمل مركز شرطة أسوان وقسم شرطة أول أسوان وقسم شرطة الثانية أسوان ومركز شرطة أسوان أبو سمبل السياحي، الدائرة الثانية وتشمل أيضا مركز شرطة دراو، الدائرة الثالثة وتشمل مركز شرطة كومومبو، الدائرة الرابعة وتشمل مركز شرطة إدفو، والدائرة الخامسة تشمل مركز شرطة نصر النوبة. هذه الدوائر الانتخابية وعددها هذه الدوائر الانتخابية الدوائر عامة وتشمل 200 موزعة على 227 مركز انتخابي. هذا المركز هذه المراكز الانتخابية تضم 486 لجنة فرعية موزعة على كافة المراكز الانتخابية في أسوان. إذا تحدثنا عن عدد الناخبين في محافظة أسوان فهو 923,141 ناخب في محافظة أسوان، ناخب وناخبة في محافظة أسوان. إذا تحدثنا أيضا عن سير العملية الانتخابية فهي تسير بيسر وسهولة، ليس فقط في هذه اللجنة فقط ولكن في كافة اللجان، وذلك حسب ما يعني حسب المصادر الخاصة بنا التي تم الاتصال أيضا بعدد من السادة القضاة في بعض اللجان، فالعملية الانتخابية تسير بشكل كبير. إذا تحدثنا عن الإقبال رغم أن حرارة الشمس المرتفعة هنا في محافظة أسوان إلا أنها لم تمنع المواطنين من الوصول إلى اللجان الانتخابية حتى يكتمل النصاب الثالث من خارطة المستقبل، وهو يعني تشكيل المجلس مجلس النواب. الكل هنا سعيد بهذا اليوم وسعيد يعني ببداية الانتخابات البرلمانية والمشاركة فيها. الكل هنا حسب ما تحدثنا مع بعض المواطنين يحث البعض الآخر على المشاركة في هذه الانتخابات. أما إذا تكلمنا عن المساعدات التي تقدم من قبل قوات الشرطة والقوات المسلحة قوات الشرطة والقوات المسلحة بالنسبة للمواطنين، فهم يقفون على مسافة واحدة وعدم يعني وهي حيادية بشكل تام، فقط مساعدة الناخبين للوصول إلى مقر اللجان الخاصة بهم. نعم، مراسل النيل أحمد أبو الحسن من محافظة أسوان، بالطبع سنتابع معك على مدار اليوم سير العملية الانتخابية في محافظة أسوان. مشاهدينا ننتقل الآن إلى مراسل النيل علي فتحي في محافظة أسيوط. صباح الخير علي. صباح الخير يا نجلاء. علي يعني كيف تسير العملية الانتخابية في محافظة أسيوط؟ في البداية صباح الخير نجلاء وصباح الخير مشاهدي نيل الأخبار. منذ 9 صباحا فتحت اللجان وتوافد الناخبون على مقر اللجنة العامة في أسيوط بمدرسة الزخرفية الثانوية، وأيضا يعني هناك تواجد مكثف من قبل رجال الجيش والشرطة وإجراءات أمنية على أعلى مستوى لتأمين الماراثون الانتخابي. أيضا قبيل فتح لجان الاقتراع قام رجال القوات خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية والشرطة بتمشيط المنطقة بالكامل من أجل التأكد من خلوها من أي أجسام غريبة. وأيضا يعني قام السيد مدير أمن أسيوط أكد لنا أن هناك خطة أمنية وغرفة عمليات متصلة بجميع اللجان العامة والفرعية داخل المحافظة من أجل تأمين العملية الانتخابية ومراقبة
بالكاميرات مراقبة تامة من أجل السيطرة على أي أحداث أو أي جهة تحاول خرق هذا العرس الديمقراطي. نعم علي، هل لك أن تعطينا بعض المعلومات عن اللجان أو مراكز الاختراع الموجودة في محافظة أسيوط؟ دعيني أقول لك أن المستشار جمال عبد الرحمن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في أسيوط صرح إلينا أن هناك 1258 قاضيا يقومون بالإشراف على الانتخابات داخل المحافظة، منهم 90 قاضي يشرفون على اللجنة العامة، وأيضا هناك 12 ألف موظف يشاركون في العملية الانتخابية داخل محافظة أسيوط، يعني يعملون في جهات مختلفة ولكن هم يساعدون في الانتخابات داخل المحافظة. محافظة أسيوط مقسمة إلى 9 دوائر، الدوائر الانتخابية في محافظة أسيوط يتنافس بها 182 مرشح، منهم 69 مرشح بيمثلوا الأحزاب السياسية و113 مرشح مستقل، منهم 4 سيدات وأيضا 4 معاقين داخل المحافظة، وعدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في محافظة أسيوط هم 2,349,337 ناخب موزعين على 9 دوائر بمراكز محافظة أسيوط، وأيضا هناك 1,168 لجنة فرعية متواجدة داخل محافظة أسيوط يشرف عليها، يعني موزعة على 13 مركز إداري وحي داخل المحافظة، ويشرف عليها كما قلت سابقا 1,258 قاضي. نعم علي فتحي مراسل النيل من محافظة أسيوط، بالطبع سنتواصل معك على مدار اليوم لمتابعة سير العملية الانتخابية. أعود إليك مرة أخرى أستاذ خالد، نحن نتحدث عن الانتخابات البرلمانية، رسائل مصر للخارج، يعني هناك العديد من الدول التي شككت في ثورة 30 من يونيو لكنها لم تكن تتخيل أن مصر ستخطو أولى خطواتها وخطواتها المهمة نحو بناء مصر الديمقراطية ومصر الحديثة التي قامت بسببها هذه الثورة، ثورة 30 من يونيو. يعني تأثير هذه الانتخابات على هؤلاء المشككين، يعني برضو خلينا نكون أكثر واقعية، هم كانوا متخيلين أنه مسألة ثورة 30 يونيو هي كما ادعوا وكما قالوا أنها مجرد يعني تدخلات من هنا او من هناك وفوتوشوب ولا خلاف، هو ان الدوله المصريه او من هم كانوا قائمين على هذه الثوره غير قادرين على العبور بمراحلها الاولى، وهي حتى مرحله تنصيب رئيس انتقالي لتلك الفتره او اجراء دستور والتصويت عليه. لكن خلينا اقول لك ان كل هذه الاوهام التي توهموا بها وكل هذه الادعاءات التي تكلموا عنها انتهت بالفعل منذ اصرار الشعب المصري على الحفاظ على ثورته وتفويضه للجيش المصري لمحاربة الإرهاب في شهر، فإذا كان حدث أي إرهاب مثلا أثناء هذه الثورة، وكان خروجه للمرة الثانية في 13/7 لتأكيد على أنه خرج بإرادته وأنه لم يحركه أحد للقضاء على من حاولوا الاستيلاء على الدولة المصرية. ثم تتالت بعد ذلك المحاولات من جانب الشعب المصري لإرسال رسائل إلى العالم بأنه خرج في ثورة وليس أنه ما قام به أحد من الأفراد، لكن هي ثورة شعب من خلال تأكيده على أنه سيتصدى للإرهاب وقام بمساندة القوات الأمن والجيش في محاربة الإرهاب خلال الفترة الماضية. ثم أتينا إلى مرحلة الدستور، وكان أيضا هناك تشكيك أيضا في مسألة أنه تشكيل لجنة دستور، استطاعت ايضا الاراده المصريه والاداره المصريه في تحقيق ذلك، وتم بالفعل صياغه الدستور، ثم جاءت التصويت على الدستور وقالوا ان الارهاب سيمنع المصريين من الخروج. ايضا استطاع الشارع المصري والشعب المصري ان يرسل الرساله بانه لا يخاف من الارهاب وانه قادر على مواجهته، وخرج في الادلاء بصوته. ثم جاءت الانتخابات الرئاسيه، وكانت هنا هي النقطه المفصليه في هذه الرسائل، حينما استطاع الشعب المصري اقناع العالم بانه يرغب في اجراء انتخابات رئاسيه نزيهه وشفافه، وانه يختار هذا الرجل لاستمراره في اداره المرحله
الرهينة وأنه لديه قناعة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو القادر على مواجهة التحديات، واستطاع الشارع المصري والشعب المصري أيضا الوقوف أمام هذا الإرهاب من خلال تأكيده على أنه سيحتفل بانتخاب الرئيس، وخرجت الملايين في الشارع واستطاعت خلال كل هذه الفترة أن يرسل هذه الرسائل. أما الأوهام والدعاءات التي حاولت الدول الأوروبية الغربية، لعلنا كان في مجلس الأمن لنا حقيقة واضحة بأن هناك دول بعينها لم تصوت لصالح مصر في الانتخاب في عضوية غير دائمة، وكان هنا الظاهر الحقيقي لتلك الدول بأنها لا ترغب في مساندة مصر. استطاعت مصر أن تتخلى عن كل هذه الأوهام وكل هذه الدعاءات التي حاولوا أن يعطلوها، واستطاعت العبور بمرحلتها بمرحلة السابقة، واليوم جاءت المرحلة المفصلية والنهائية وهي انتخاب مجلس نواب قادر على إدارة شؤون الدولة، قادر على تثبيت مؤسسات الدولة. لدينا رئيس منتخب، لدينا مجلس نواب منتخب، إذن نحن دولة مقتمة الأركان. نتمنى ذلك ونتمنى التوفيق في هذه الانتخابات اليوم وغدا إن شاء الله. في نهاية حوارنا بشكر حضرتك أستاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، شرفتنا في قناة النيل الأخبار. مشاهدينا الكرام، انتهى برنامج هذا الصباح، ولكن تغطياتنا للعملية الانتخابية والانتخابات البرلمانية اليوم وغدا مستمرة معكم على شاشة النيل.